الرئيس السيسي يؤكد قدرة مصر على مواجهة تحدي فيروس كورونا. الحكومة البريطانية تقول إن رئيس الوزراء بوريس جونسون في حالة صحية مستقرة وإن معنوياته جيدة. فرنسا تعلن الاشتباه في وجود إصابات بكورونا على حاملة الطائرات شارل دي غول. منتصف النهار في القاهرة، 10 صباحا بتوقيت جرينتش. هذه جولة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. البداية مع فيروز مكي. تفضلي فيروز. شكرا لك أحمد، أهلا بكم. والبداية بتطورات فيروس كورونا. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حكومة وشعبا قادرة على تجاوز تحدي فيروس كورونا. وخلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار الفيروس، دعا الرئيس السيسي إلى المزيد من الجهد والتفاهم لمطالب المرحلة الحالية. بطلب كمان من شعب مصر الحقيقة. إحنا دايما في كل مرحلة صعبة بيبقى دايما، أنا عمري ما كلمت وطلبت إلا ما لقيت المصريين موجودين، وده يعني عايز أقول دي النقطة اللي دايما منذ يعني توليت المسؤولية ويمكن من قبلها كمان كان دايما أقول إن إحنا، أنا مش لوحدي، أنا أولا معايا ربنا ومعانا ربنا كلنا، ثم إحنا مع بعض، يعني الدولة بكل عناصرها، الدولة قيادة، الدولة حكومة، الدولة شعبها، يعني مش كل عناصر الدولة معنية بالمواجهة في كل تحدي بيقابلنا. وهفكركم ان احنا في كل تحدي الحمد لله رب العالمين وفقنا فيه، لان احنا كنا دايما مع بعضنا في مواجهة هذا التحدي.
وجه الرئيس السيسي الشكر لكل العناصر الطبية لما يبذلونه من جهد في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تداعيات فيروس كورونا تحت السيطرة. لدينا يعني تضحيات اقتصادية كبيرة بتقدم دلوقتي منذ يمكن بداية انتشار أو بداية ظهور هذا الفيروس في من حوالي 3 شهور ولا 4 شهور. ليه تأثير علينا كلنا. فأنتوا بمساعدتكم لينا صدقوني لو كنا احنا ساعة لما كلمت في مارس وقلنا ان احنا عايزين اسبوعين من الالتزام والمسؤولية الكاملة، صدقوني كان حجم العدوى اللي ممكن تحدث وحجم الإصابات والوفيات اللي ممكن تحدث أنا أتصور أنها كانت ممكن تقل مش تزيد. لكن برضو بقول تاني حتى الآن الأمور تحت السيطرة، وهنا طبعا جهد وزارة الصحة والإعلام معها في الرسائل ووزارة الداخلية كجهد بتبذله طبعا من بعد فرض الحظر لغاية بتوقيتاته المختلفة. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 276 حالة، كما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لتصبح 427 حالة. أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس فضلا عن 9 حالات وفاة. وأشارت وزيرة الصحة هالة زايد إلى نقل الحالات البسيطة إكلينيكيا والتي تبلغ من العمر أقل من 50 عاما إلى عدد من المدن الجامعية المخصصة ونزل الشباب تحت إشراف طبي كامل، إضافة إلى متابعة حالتهم الصحية لحين سلبية تحاليلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليوم المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، اليوم الرابع من الأسبوع الثامن لفيروس كورونا في مصر. بلغ عدد إصابات اليوم 128 إصابة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي لإصابات جمهورية مصر العربية 1450 إصابة، بينما عدد وفيات اليوم 9 حالات. بلغ عدد الحالات التي تم شفائها 17 حالة، وبذلك يصل عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل إلى 276 حالة من أصل 427 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية. وبتقييم الحالة الصحية للمصابين المتواجدين في مستشفيات العزل واسترشاداً بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، فقد تقرر الآتي: سيتم نقل عدد من الحالات البسيطة إكلينيكياً وعمرها أقل من 50 عاماً ممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات والأشعة، وأمضوا مدة العلاج المقررة طبقا للبروتوكول العلاجي وهي 5 أيام. وبعد تقييم حالتهم الصحية سيتم استكمال فترة المتابعة لهم في المدن الجامعية ونزل الشباب المعدة لذلك تحت الإشراف الطبي الكامل لوزارة الصحة والسكان، وذلك لحين تحول نتائجهم المعملية إلى سلبية وتمام شفائهم، علما بأن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وتم تزويدها بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات أشعة وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى تزويدها بالأطقم الطبية اللازمة، وذلك في إطار خطة وتضافر جهات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة. العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك. أشكركم. ولأن العمال هم الساعد القوي لمصر وترس مهم تدور به عجلة الإنتاج، فوجب عليهم اتخاذ عدة إجراءات في ظل أزمة فيروس كورونا. العرض التالي يستعرض أهم تلك الإجراءات. العامل أو المهندس المصري أو كل عنصر إنتاج لو منزلش شغله المصانع هتشتغل إزاي؟ والمنتجات اللي بيشتغل عليها هتوصل لنا إحنا إزاي؟ منتجات مهمة مش هتوصل لنا
وهيبقى في أزمة جديدة في حياتنا غير فيروس كورونا، وده شيء أخطر من الفيروس في حد ذاته. الإيد الشغالة لازم تبقى عارفة إزاي تأمن نفسها من خطر الإصابة عن طريق الوعي والمعرفة، وأول حاجة بتبدأ من احتياطات الشخص وهو نازل من البيت، من إنه يغسل إيديه كويس ويكون معاه المطهر ولابس القفاز والكمامة، وهو في الطريق ياخد مسافته الآمنة عن الناس وراكب وسيلة نقل من اللي الدولة معقماها، سواء حكومية زي المترو أو النقل العام أو اللي تبع شغله، وطبعاً متوافر فيها سبل الوقاية. وهو في الشغل هيكون فيه إجراءات وقائية من الكمامة لحد القفاز، ومكان شغله محدد المسافة بينه وبين زميله اللي شغال جنبه، ودايماً الإدارة التابع ليها واخدة بالها من توعيته ومتابعة الإجراءات الاحترازية، وكل ده علشان نقدر نداوم على سير الإنتاج من كل حاجة مهمة من ضرورات الحياة. طالما حاسبين الموضوع صح، الأزمة هتعدي. إيد بتنتج وأخرى تحارب الوباء. أقدم عمال مصنع للتعبئة والتغليف بمحافظة الجيزة على تطبيق مبادرة تحت عنوان خليك في مصنعك تحمي أسرتك، التي تستهدف المحافظة على صحة القوى البشرية وزيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية. لأكثر من 25 عاماً يعمل وليد هنا بأحد مصانع طباعة مواد التعبئة والتغليف بالجيزة، غير أن عمله هذه الأيام يمر بظروف استثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. اختار الرجل أن يقيم في مصنعه الذي يأتي منه بقوت بيته وأولاده لمدة 14 يوماً كعزل صحي داخل عمله، يشارك في الإنتاج من جهة ويسعى لحماية أسرته من الاختلاط به من جهة أخرى. حضرتك زي ما تشوف حضرتك الوقاية والمطهرات في موجودة، وبالنسبة للجوينتو والكمامة، وبحافظ على نفسي كل شوية بغسل إيدي ووشي، والحمد لله محافظين نفسنا جدا يعني الحمد لله. وحضرتك انا بحافظ على اكل عيش هنا طبعا، وده مصدر رزقي، فطبعا لازم احافظ على اولادي وبيتي. فطبعا قررنا ان شاء الله ان احنا نقعد هنا حوالي اسبوعين، اللي هو يعني اللي هو موضوع يعني الفتره اللي هي بتاع الحجر الصحي بالنسبه لفيروس كورونا. فقررنا ان احنا نبات هنا في المصنع ان شاء الله لمده اسبوعين عشان برضو نحمي بيتنا واسرتنا ان شاء الله. يعني أطلق هذا المصنع شعار خليك في مصنعك كمبادرة مجتمعية لحماية أسر العمال، ومن خلال إقامتهم بالمصانع لمدة 14 يوما حماس العمال هنا للمشاركة في دفع عجلة الإنتاج في البلاد وكسب رزقهم جعلهم يختارون المشاركة في هذه المبادرة دون تردد. وأنا بناشد كل الناس وكل المصانع اللي تقدر تعمل الكلام ده تعمله، ولو وصلنا ان المصانع 30% وافقت عرفت تعمله 40-50، يبقى احنا عملنا انجاز كبير ونجاح كبير. والله المبادره دي احنا فكرنا فيها مع بعض هنا، وجي المنصور شرف قال لنا عليها، خلينا عشان نحمي اسرتنا في البيت وعشان نحمي نفسنا ونحمي بلدنا، فقلنا نعملها ان شاء الله وتنجح يعني ان شاء الله. مبادره قد تكون الاولى ولكنها ليست الاخيره، فما اثبته عمال المصنع هنا من قوة للحفاظ على اقتصاد بلدهم بالإضافة إلى حماية أسرهم وسمة لدى العديد من المصريين. في ظل المخاوف الحالية من فيروس كورونا، لجأت شركات توزيع الأدوية إلى اتباع عدة إجراءات احترازية لمعالجة تلك المخاوف. المزيد في هذا التقرير. محمد سعيد محمد، مشرف احدى شركات التوزيع الادويه، متزوج، عندي طفلين عمر وجودي، شغالين، لازم نشتغلوا، ما ينفعش يقفوا في الشغلين عشان دي حاجات يعني حيويه وموجوده في البلد. لو الحاجات دي وقفت هنوقف في مصالح كتير او شغل كتير زي الصيدليات، الحاجات بتتبعها الادويه، ولازم كل واحد يقوم بشغله ودوره، عشان لو عملنا كده هنوقف كل البلد كلها تقف. لو نتعاملوا بحاجات الوقايه، اللي انا استخدم الجوانتي، الكمامه، الكحول في جيبي، لازم يكون في مسافه بيني وبين اي شخص بتعامل معاه يجي متر مثلا، مسافه متر. في ميعاد الحظر بلتزم بيه، اكون موجود في بيتي الا في حدود الحاجات القصوى جدا. قبل كده في ميعاد الشغل بشتغل فيه مواعيدي عاديه خالص. التعامل عادي برضو، اللي فيه وقايه وفيه امان. كمان احنا طول ما احنا في وقت العمل في موضوع تطهير مباشر على طول متوازي، والشركه هي منظمه الموضوع دوت في اوقات معينه،
ملتزمه بيه وملتزمه بموضوع الوقايه والتطهير في الشركه كلها من اول لاخرها. لازم كل واحد برضو يشوف شغله واكل عيشه عشان خاطر احنا كلنا واقف علينا البلد في شغلنا. لو الشغل بتاعنا كل واحد قاعد بعيد عنه هيبقى في البلد وقفت اقتصادها كلها، فلازم نشتغله بس نلتزم بالحمايه والوقايه. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة أعطت القدرة للدولة على تحمل تداعيات أزمة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد للمرة الثالثة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الفيديو كونفرنس، حيث أشار رئيس الوزراء إلى وجود لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، إذ سيتم الإعلان عن آلية صرف المنحة بما يضمن عدم وجود أي تكدس أو حدوث تزاحم من جانب المواطنين. كما أكد مدبولي أنه سيتم البدء فورا في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد والتي لا تظهر عليها أي أعراض إلى نزل الشباب والمدن الجامعية، والتي تشهد حاليا استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها. كشف وزير الدولة للشؤون الصحية في بريطانيا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في حالة صحية مستقرة ومعنوياته جيدة، وقال الوزير البريطاني أن جونسون تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي. وكان بوريس جونسون والذي خضع للعزل المنزلي خلال الأسبوعين الماضيين قد نقل مساء الاثنين إلى العناية المركزة في مستشفى سانت توماس إثر معاناته من ارتفاع الحرارة والسعال ليتلقى دعما بالأكسجين حينها. وللمزيد ينضم إلينا الآن هاتفيا من لندن دكتور حازم الرفاعي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور حازم، في البداية أرحب بك إلى هذه يعني الساعة الإخبارية، ما هي آخر الأخبار عن التطورات الصحية لبوريس جونسون؟ والله هو طبعا المعلومات المتوفرة هي المعلومات الموجودة في الإعلام وهي المعلومات الرسمية، لأن طبعا ده رئيس الوزراء فطبعا شخص سياسي وفي يعني المعلومات المتوفره محدوده جدا هي اللي فيها في راس الخبر اللي انت اتكلمت عليه. فهو كانسان عادي اصيب بالمرض ذهب الى المستشفى اللي هي سكرت سانت توماس وتلقى الاكسجين اللي هو العلاج الدعم اللي موجود لاغلب هذه الحالات لكل هذه الحالات. طيب دكتور حازم، العلاج ده ايوه نعم. طيب اذا دكتور حازم يعني دعني اسالك هنا في شق اخر، ما هي تبعات غياب بوريس جونسون الان اثر دخوله للمستشفى؟ والله التبعات هي تبعات تكهنائيه بشأن كله يعتمد على ما هي حالته وكيف سيتطور الامر. هو حاليا بيتلقى اكسجين فقط وده اللي هو المرحله الاولى في علاج هذه الامراض، واذا استمر الامر على هذا فسوف يكون الامر عده ايام وهيخرج وهيكون يستمر العزل بتاعه الى ان يتعافى. فاليات اداره الدوله مستمره بشكلها الطبيعي، ودومينيك راب اللي هو الشخص الثاني اللي بيدير الامور الامور عاديه وماشيه عادي وغير مثيره للقلق بشكل. طيب دكتور حازم، يعني
الكثير من التساؤلات كانت طرحت عن في هذا الوضع وفي غياب بوريس جونسون اثر دخوله للمستشفى، من هو الذي سيقوم باتخاذ القرارات، قرارات حاسمه وسيتولى ايضا مسؤوليه كبيره، مثلا سيكون لديه الشفره النوويه الخاصه ب بريطانيا، ولكن حتى الان لم يتم الافصاح عن هذا الشخص، واما ان كان راب سيكون هو من يتولى هذه المسؤوليه. هو اهم قرار يواجه البلاد الفترة الجاية هو امتداد فترة العزل أو اللوك داون، لأن هذا هو القرار الأساسي، مش القرار عن الشفرة النووية وكده، لكن بس في تعبيرات مثيرة إعلاميا للخيال وهكذا. إنما القرارات الأساسية، القرارات الأساسية اليومية التي تهم الناس في ظل مواجهة الوباء الحالي، هو هل سوف يستمر العزل الصحي اللي موجود في بريطانيا؟ هل سوف يستمر توقف اوجه الحياه اللي موجوده في بريطانيا؟ والشخص الذي يدير دومينيك راب هو الشخص المسؤول عن هذا الملف، وسوف يستمر الامر. وفي اعتقادي كل المؤشرات بتقول ان فتره العزل سوف تستمر على الأقل. ومن صلاحيات دومينيك راب ان يمدد هذا فتره العزل المنزلي. نعم بالظبط، هذا هو الموضوع الاساسي الذي يشغل بال الناس، واللي تقريبا اتخذ فيه قرار في العقل الجامعي للأمة البريطانية وللعالم أجمع تقريبا الآن، إلا الصين اللي هي ابتدت أحوالها تتحسن. طيب دكتور حازم، كان دومينيك راب قد أعرب في تصريحات له أن جونسون قد وجه وأعطى تعليمات هامة وضرورية جدا لمجلس الوزراء للعمل على تنفيذها في الفترة القادمة، في رأيك ما هي هذه التعليمات التي قد يكون وجه بها رئيس الوزراء بوريس جونسون في هذه الحالة؟ هو ذاك الأمر اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو محاولة استمرار قضية العزل والتعامل معها بجدية بحيث ان لا ينتشر المرض. ادي لحضرتك مثال، هل سوف تغلق الحدائق العامة في بريطانيا؟ انا اعتقد ان الحدائق العامة سوف تغلق، واعتقد ان سوف يكون هناك اكثر تشدد تعامل مع اي شكل من اشكال النشاط الاجتماعي البسيط، اللي هو ان الناس مثلا ممكن يكون اثنين ثلاثة خارجين مع بعض او بيتمشوا مثلا مش عارف ايه، سوف يكون هناك اتجاه الى مزيد من التشدد لزيادة العزل ولمنع انتشار المرض في المرحلة الراهنة. فانا اعتقد ان هو ده الجانب اللي فيه اللي هو له اشارة مبطنة في الاحاديث السياسية الدائرة. دكتور حازم الرفاعي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من لندن. في فرنسا أعلنت وزيرة الجيوش فلورنس بارلي عن اشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا لدى عاملين على حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول. أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن حاملة الطائرات في طريق العودة إلى الميناء، مضيفة أن نحو 40% من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة بحسب وصفها. عبر الهاتف تنضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس الدكتورة ميرفت ميلاد الكاتبة الصحفية. دكتورة ميرفت، هل رشحت أي تفاصيل جديدة مرتبطة بحالات الإصابة على متن شارل ديغول؟ حتى الآن المعلوم لدينا هو أن حوالي 40 من طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول يعانون من فيروس كورونا، وقد أرسلت باريس طاقم للتأكد من صحة الأعراض وأنها حاملة من صحة هذه الأعراض. بالفعل حاملة الطائرات متواجدة حاليا في الأطلنطي وتتجه نحو البحر المتوسط، ومن المقرر أن تصل إلى مدينة تولون الجنوبية في 23 من شهر أبريل. حتى ذلك التاريخ ما هي طبيعة الإجراءات التي ستقدم، سواء كانت إجراءات طبية مباشرة لحالات الإصابة أو إجراءات احترازية للذين لم تظهر عليهم هذه الأعراض؟ هل هناك احتمالية للاستعانة بأطقم طبية غير فرنسية يمكن أن تقدم يد العون لهذه السفينة؟ يقع يقع تحت قوانين الحالية في فرنسا، أي أنهم
أي أنه الحجر الصحي، وأن كل شخص لا، أي لا توجد هناك تجمعات لدى في داخل حاملة الطائرات. أريد أن أشير أن هذه حاملات الطائرات قد تم تجديدها منذ حوالي عامين، وهي ضخمة بالفعل، يصل ارتفاعها إلى 75 متر وطولها إلى 261 متر، واستلزم الأمر أكثر من مليار يورو لتجديد حاملة الطائرات شارل دي جول. مفهوم أن هناك الإجراءات التي تم اتخاذها وفق القوانين الفرنسية بالنسبة للمواطنين الفرنسيين أو لأفراد القوات المسلحة في فرنسا، ماذا عن أعضاء القوات المسلحة أو الضباط والجنود الفرنسيين المنتشرين في مناطق خارج فرنسا في ضوء عملياتهم؟ هل هناك إجراءات تم الكشف عنها؟ بالتأكيد، فالكل يقع تحت نفس الظروف التي نعيشها في فرنسا، أي الحجر الصحي. شكرا جزيلا لك الدكتورة ميرفت ميلاد، الكاتبة الصحفية، منضمة إلينا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس، حول الخبر الذي كنا قد استعرضناه مع حضراتكم والذي أعلنته وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي حول الاشتباه في إصابة نحو 40 فردا من الأطقم العاملة على متن حاملة المروحيات الفرنسية شارل ديغول. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد الحالات الأصلية المؤكدة المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بواقع 4003 حالات خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 103228 حالة. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن المعهد، فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس في ألمانيا بواقع 254 حالة إلى 1861 حالة وفاة بعد ذلك يعد ذلك ثاني يوم على التوالي من ارتفاع الإصابات بعد 4 أيام شهدت انخفاضا في الإصابات الجديدة. وبرغم حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة الألمانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لا تزال البلاد تئن تحت ضغط تداعيات هذا الفيروس. آخر هذه التأثيرات جرى إعلانها من قبل مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، حيث أعلنت إغلاق شركتها جيرمان وينجز التابعة للمجموعة. ما زال فيروس كورونا يلقي بتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي، ويبدو أن الفيروس المستجد قد نال من النمو الألماني بعد عدة أشهر من ظهوره. جديد مسلسل معاناة الاقتصاد الألماني بفيروس كورونا، إعلان مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إغلاق شركتها جيرمان وينجز التابعة للمجموعة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وتداعياته على حركة الطيران. الشركة أعلنت أيضاً وقف عمل العديد من الطائرات التابعة لشركات فرعية أخرى. وعلى خطوط التماس مع تلك الأزمة، أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن بلاده ستشهد تراجعاً في ناتجها الاقتصادي هذا العام لدرجة لا تقل سواء عما كان الوضع عليه خلال أزمة 2009 المالية، عندما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5%. وزارة الاقتصاد أصدرت كذلك توقعات قاتمة قائلة إن تفشي فيروس كورونا أحدث توقفاً مفاجئاً لتعافٍ في الاقتصاد الصناعي كان قد بدأ بعد مرحلة ضعف استمرت لعامين. فيما أشار تقرير مجلس الخبراء لتقييم الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا إلى أن وباء كورونا والقيود الاقتصادية المترتبة على مواجهته سوف تتسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال 2020 بنسبة تتراوح ما بين 2.8% و 5.4% اعتماداً على مدة استمرار إجراءات خفض النشاط الاقتصادي. أعلنت إيطاليا ارتفاع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى
17,127 وذلك بعد تسجيل 604 حالات وفاة جديدة. هذا كما سجلت البلاد 3039 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 135,000 إصابة و586. وأعلنت السلطات أن أعداد الإصابات الجديدة المعلنة هي أقل حصيلة منذ 25 يوما. أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 30 وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 273 وفاة. كما أعلنت النمسا ارتفاع عدد الإصابات لتصل إلى 12,840 إصابة. قالت الوزارة في بيانها إن 4,512 شخصا تم الإعلان رسميا عن شفائهم. Das Tragen von Masken, die Desinfektion, aber auch eine limitierte Anzahl von Kunden pro Geschäftslokal betrifft. Ab dem سجلت السلطات الروسية 5 وفيات و 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي أن الإصابات الجديدة قد سجلت في 56 من أقاليم البلاد، وتعود أكثر من 50% منها إلى العاصمة موسكو. وبهذه الوفيات الخمس الجديدة ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا إلى 63 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 8,672 إصابة. أعلن رينات ماكسيوتوف رئيس مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومية في روسيا، أعلن أن مختبراته جاهزة لإجراء تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي مضاد لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من نهاية شهر يونيو المقبل. وكشف ماكسيوتوف عن جاهزية مختبراته لإجراء تلك التجارب خلال لقاء أجراه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة تم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء مراكز الأبحاث الروسية الكبرى. ولفت إلى أن هناك تجارب تجرى حاليا على الفئران والأرانب وحيوانات أخرى لتحديد اللقاحات الفاعلة التي ستعطي أفضل النتائج بحلول نهاية هذا الشهر. توصل مدينة ووهان الصينية رفع الإجراءات، حيث بدأت السماح للمواطنين بمغادرتها لأول مرة منذ عزل المدينة في 23 من يناير الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وغادر أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج ووهان مركز إقليم خوباي وسط الصين. ونقل التلفزيون الصيني عن هيئة السكك الحديدية قولها إن 55,000 شخص قد غادروا ووهان بالقطار، وذلك استنادا إلى مبيعات التذاكر. كما فتحت الطرق السريعة أمام السيارات للخروج من المدينة في التوقيت نفسه تقريبا. واحتفل المواطنون في ووهان بانتهاء إجراءات عزل المدينة مع ترديد أغاني وهتافات احتفاء بمقاومة الفيروس. أعلنت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية أن البلاد سجلت 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في كوريا الجنوبية
10384 حالة إصابة، بينما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 200 حالة، بينما تم الإعلان عن شفاء نحو 80 شخصا من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 6776 حالة. هذا فيما أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن. هذا وأبلغت وزارة الصحة الكورية الشمالية في تقريرها الأسبوعي منظمة الصحة العالمية أن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا، لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أرضها. سجلت العاصمة اليابانية طوكيو رقما قياسيا في حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ 144 حالة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس الحكومة تشينزو آبي حالة الطوارئ. وقالت صحيفة جابان تايمز اليابانية أن الرقم يمثل أول زيادة في معدل الإصابات اليومية في طوكيو منذ 3 أيام، ويأتي بعد الزيادة القياسية في عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي وبلغت 143 حالة. ووفقا لبيانات حكومة العاصمة طوكيو، فإن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع في العاصمة ليصل إلى 1339 حالة بعد تسجيل الإصابات الأخيرة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وفاة نحو 2000 شخص جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الفيروس. هذا كما سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات 24 الماضية نحو 29609 إصابات بالفيروس. من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير لقاحين وتجريب 10 عقاقير مضادة لفيروس كورونا. وأعلن ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي عزمه تعليق المساهمة الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية، منددا بطريقة إدارة المنظمة الأممية لوباء كورونا. لدينا 10 عقاقير قيد الاختبار و15 عقار آخر سوف تتبعها بعد ذلك، وهي قيد التجارب السريرية. سوف نفعل ما يلزم لضمان الإمدادات الطبية وإنتاج العقاقير الطبية وعودتها إلى بلادنا. فأحدى تلك الشركات كانت قد ذهبت بعيدا عن هذه البلاد العظيمة وكرست إنتاجها في الخارج. سوف نعمل على إعادتها، وكنت قد تحدثت عن هذا الأمر فترة طويلة، ليس فقط على القطاع الطبي. الولايات المتحدة مستمرة في إنجاز اختبارات كبيرة أكثر من أي دولة في العالم. قدم قائد البحرية الأمريكي بالوكالة توماس مودلي استقالته بسبب التعامل مع حاملة الطائرات ثيودور روزفلد والتي ظهرت عليها إصابات بفيروس كورونا، وبعد تصريحات مسيئة لقائدها المقال بريت كرويزر وقبل وزير الدفاع الأمريكي
أسبر استقالة مودلي والذي سبق وأقال قبطان السفينة بريت كرويزر ووصفه بالساذج والغبي على خلفية إرساله رسالة تطلب المساعدة لمواجهة تفشي كورونا على متن حاملة الطائرات بعد إصابة مجموعة كبيرة من أفراد البحرية الأمريكية. هذا كما أعلن أسبر تعيين وكيل وزارة الدفاع جام ماكفيرسون بديلا لمودلي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صدق على تعيين ماكفيرسون. طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في إيران. كما اتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الطبية الدولية. كشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا الخميس أول اجتماع له حول فيروس كورونا، ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحاطة حول الجهود الدولية للتصدي لهذا الخطر. المزيد في سياق هذا التقرير. للمرة الأولى منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس أول اجتماع له حول الجائحة لاتخاذ قرارات مشتركة لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الوباء القاتل. وعلى مدى الأسابيع الماضية أثارت الدعوة لانعقاد المجلس انقسامات شديدة في صفوف الدول الخمس دائمة العضوية به، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين. وسط تصريحات متكررة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ملايين الأشخاص يواجهون خطر الموت بسبب الوباء الذي وصفه بأسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً الحاجة لرد فعل دولي مشترك لمواجهته. والاجتماع المرتقب من المقرر أن يبحث زيادة تعاون الأمم المتحدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعياته السلبية على الأمن الغذائي والاقتصادات في كافة أنحاء العالم بسبب القيود المفروضة على العمل والتنقل والأنشطة التجارية وإجراءات العزل ووقف الأنشطة الصناعية. وتسبب كورونا في تبني مجلس الأمن مؤخراً للمرة الأولى في تاريخه قرارات عبر تصويت خطي في آلية اضطر للجوء إليها لتسيير شؤونه في ظل انتشار الفيروس الذي فرضت الإجراءات المتبعة للحد من انتشاره على أعضاء المجلس العمل عن بعد. في الكويت أعلن وزير الصحة باسل الصباح شفاء 6 حالات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، يرتفع بذلك إجمالي الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 111 حالة. وأضاف الوزير أن جميع الحالات التي شفيت تعود لمواطنين كويتيين، ومن المقرر أن يتم إخراجهم من المستشفى المخصص لاستقبال المصابين خلال اليومين المقبلين. هذا فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. وأضاف المتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن إجمالي عدد المصابين قد وصل إلى 855 حالة حتى الآن. أعلنت وزارة الصحة العمانية شفاء 72 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت الوزارة تسجيل 48 إصابة جديدة في السلطنة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في سلطنة عمان إلى 419 إصابة، بينما سجلت حالتي وفاة فقط. أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623 حالة، بينما أعلنت السلطات التونسية أنها ستكون أكثر صرامة في تسليط العقوبات واتخاذ القرارات بحق كل المخالفين للحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا. وقد أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 10 حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 90 حالة،
بينما أعلنت الوزارة تسجيل 64 إصابة جديدة على مدار الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المغرب ل 1184 إصابة. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 72 حالة، هذا كما ارتفع عدد الإصابات إلى 9404 حالات. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية من المقرر أن تفرض الأربعاء حظرا على تحركات السكان حتى صباح يوم الجمعة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 263 حالة. كما أعلنت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء لتصل إلى 44 حالة. أعلن جاك دورسي مؤسس موقع التواصل الاجتماعي تويتر تبرعه بمبلغ مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا. وقال دورسي في تغريدة عبر صفحته على تويتر أن المبلغ الذي يمثل 28% من ثروته سيخصص لدعم جهود الإغاثة لمكافحة الفيروس. أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها استقبال 50 قاصرا من مخيمات المهاجرين في اليونان. أوضحت الداخلية الألمانية في بيان لها أن عمليات نقل المهاجرين قد تبدأ الأسبوع المقبل، مضيفة أن الأطفال والمراهقين الذين تم قبولهم سيوضعون في البداية في حجر صحي لأسبوعين قبل أن يتم توزيعهم على مناطق مختلفة. أعلن البنتاغون مقتل قيادي كبير بحركة الشباب الصومالية في غارة جوية أمريكية الأسبوع الماضي غرب العاصمة مقديشو. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان لها أن الغارة الجوية قد أسفرت عن مقتل ثلاثة من حركة الشباب، أحدهم قيادي كبير يدعى يوسف جيباس والذي يعد أحد مؤسسي الحركة والتي تبوأ فيها في عدد من المراكز القيادية. بدأت مكاتب البريد حول الجمهورية في صرف المعاشات للمرحلة الثالثة لمن يتقاضون معاشات تبلغ قيمتها 2000 جنيه أو أكثر، وذلك وفقا للآلية الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذا للإجراءات الرامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. بدأت مكاتب البريد في صرف المعاشات للمرحلة الثالثة لمن يتقاضون قيمة مالية 2000 جنيه فأكثر، وفقا للآلية الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية تعمل على صرف المعاشات وفق نظام محدد من 8 صباحا وحتى 1 ظهرا، في حين يمتد عمل مكاتب البريد الرئيسية وعددها 2000 مكتب بريد من 1 ظهرا وحتى 3 عصرا، وسط تنفيذ إجراءات الحفاظ على المسافة الآمنة بين المواطنين في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. ياريت كل مصالح الحكومة تبقى كل شهر كده، تبقى كل شهر كده. أحلى نظام شفته النهاردة. هي الإجراءات الوقائية الصحية دي أهم حاجة، والدولة بتسعى عشان تحقق السلامة للناس كلها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التنظيم اللي اتعمل دوت كان معمول عشان راحة المواطنين، نمرة واحد. ونمرة اتنين برضو سلامة المواطنين. جوا حاطين علامات لكل واحد بينه وبين التاني، يعني متر كده، يعني كويس. ده محافظة فعلا على الناس يعني. في إطار الإجراءات الإحترازية والحد من التجمعات أثناء صرف المعاشات حفاظا على صحة المواطنين، زاد الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي من 4000 جنيه إلى 10000 جنيه، وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرة للسحب من ماكينات الصراف الآلي. وتم تشكيل لجان متابعة بالمناطق على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب أولاً بأول.
كما تم تنظيم انتظار المواطنين داخل المكاتب بما يساهم في التحدي من انتشار الفيروس. احنا النهارده بداية تنفيذ المرحلة الثالثة اللي هو المعاش الأكبر من 2000 جنيه، هيتم تنفيذ صرف ليه النهارده وبكره، بعد كده نبدا من يوم السبت ان شاء الله صرف لاي حد لم يتمكن من الصرف في المده المحدده ليه. عمليه تجزئه وتقسيم ارباب المعاشات دي على مراحل ساهمت بشكل كبير جدا في الحد من التكدس والزحام. القرار الثاني برضو ان هو تم مد عدد ساعات العمل بالفروع، الفرع اللي سيادتك موجود فيه ده كان معاد نهايه العمل اليومي بتاعه الساعه 1 من بدايه الازمه. قرار السيد رئيس مجلس الإدارة مد العمل بالفرع وجميع الفروع 50% من الفروع 2000 فرع على مستوى الجمهورية للساعة 3. تواصل مكاتب البريد خلال الفترة الحالية تقديم عدد من الخدمات المالية، وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها. انتهى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو بعد محادثات استمرت ل16 ساعة دون التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي إضافي لمساعدة اقتصاد المنطقة في مواجهة وباء كورونا. وصرح رئيس مجموعة اليورو ماريو سانتينو عبر تويتر أن الوزراء قد اقتربوا من التوصل إلى اتفاق لكن لم ينتهي بعد، وأشار إلى أن المحادثات ستستمر غدا الخميس. أوروبيا أيضا، أعلن المصرف المركزي الأوروبي تخفيفا غير مسبوق لشروط الضمان في مسعى لتعزيز الإقراض خلال أزمة فيروس كورونا. وتهدف حزمة الإجراءات المفاجئة للحد من صعوبة الأوضاع المالية في أنحاء منطقة اليورو، وتشمل استخدام القروض من الشركات الصغيرة كضمان إضافة إلى الديون السيادية اليونانية ذات التصنيف الائتماني الرديء. كما أعلن المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو بحاجة إلى تريليون ونصف التريليون يورو لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، فيما حذرت المفوضية الأوروبية من انكماش اقتصادي في دول الاتحاد قد يصل إلى 10%. ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات بدعم آمال بشأن اجتماع بين أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء غدا الخميس، وتوقعات بتخفيضات في الإنتاج تستهدف دعم الأسعار التي تراجعت في ظل جائحة فيروس كورونا، ليصعد خام القياس العالمي برنت بنسبة تصل ل 6% وليصل إلى 31 دولارا و 93 سنتا للبرميل. كما ارتفع خام نايمكس الأمريكي بمقدار 2.84% عند مستوى 24 دولارا و 39 سنتا للبرميل. حذر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم مدربه البرتغالي جوزي مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق قواعد العزل التام في بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نشر صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتدربون في إحدى الساحات الخضراء بالعاصمة البريطانية لندن. وقد تم إعلان تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب الخشية من انتشار الوباء. كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الموعد المحتمل لعودة الأندية إلى التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة. وبحسب صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإنه من الممكن أن تستأنف التدريبات الجماعية في 4 مايو مع 3 مواعيد مقترحة للمساهمة في اختتام البطولة خلال يوليو المقبل.
أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة كندا الكبرى فورمولا 1 للسيارات والمقرر عقده من 12 وحتى 14 من يونيو المقبل أنه تم تأجيل السباق بسبب فيروس كورونا. وتحاول إدارة فورمولا 1 حاليا إعادة جدولة مواعيد سباقات البحرين وفيتنام والصين وأذربيجان وهولندا وإسبانيا وكندا. ومن المتوقع أن تنضم سباقات فرنسا والنمسا وبريطانيا إلى هذه القائمة. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام جولتنا، هذا تذكير بعناوينها. الرئيس السيسي يؤكد قدرة مصر على مواجهة تحدي فيروس كورونا. بريطانيا تعلن أن رئيس الوزراء بوريس جونسون في حالة صحية مستقرة ومعنوياته جيدة. فرنسا تعلن الاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديغول. بهذا نصل لختام هذه الساعة الإخبارية، شكر موصول لزميلي في الاستوديو ياسمين ضياء مترجمة لغة الإشارة وأحمد أبو زيد. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم سالمين.